ثابت البطل يشوت. زي النهاردة في 14 من فبراير عام 2005 كان آخر يوم للعملاق الأهلاوي ثابت البطل خدم فيه ناديه بحب وإخلاص فوق الوصف قبل أن يرحل عن دنيانا ويترك أجمل ذكرى في قلوب جميع عشاقه. 12 من فبراير 2005 كان البطل شامخاً وحاضراً مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي مانويل جوزي في فوز الأهلي الكاسح على الزمالك 3-0 بثلاثية متعب وتريكا، وتبقى لحظة تقبيل محمد أبو تريكا رأس البطل عالقة في الأذهان حتى الآن لإصراره على حضور المباراة رغم مرضه الشديد. ولد ثابت البطل في 16 من سبتمبر عام 1953 مدينة الحوامدية، وسرعان ما انضم لصفوف فريق سكر الحوامدية ثم التقطته أعين الإدارة الحمراء في عام 1972 ليبدأ مشوارا حافلا ومظفرا مع كبير الأندية المصرية. مع الأهلي حقق ثابت البطل كل البطولات المحلية والقارية وصنع اسما من ذهب في أدغال إفريقيا، كما حقق مع الفراعنة إنجازات عديدة أبرزها وأجملها للشعب المصري لحظة نجاحه في منتخب مصر في التتويج بكأس الأمم الإفريقية في القاهرة عام 1986 وتصديه لركلة الترجيح أمام منتخب أسود الكاميرون العنيد بقيادة الثعلب روجي ميلا، كما كان للبطل دور في صعود الفراعنة إلى أولمبياد موسكو عام 1980 ولوس أنجلوس عام 1984 على حساب الجزائر في المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز مصر بهدف في القاهرة عام 1983. وحمل ثابت البطل الميدالية الذهبية مع الفراعنة أيضا في دورة الألعاب الإفريقية في نيروبي عام 1987، وكان ضمن كتيبة الجنرال محمود الجوهري التي قطعت تأشيرة المرور إلى مونديال إيطاليا عام 1990. مع معشوقته الفانيلة الحمراء خاض ثابت البطل بقميص الأهلي 225 مباراة محلية وساهم في تحقيق بطولة الدوري الممتاز في 11 مناسبة، كما حقق 6 ألقاب لبطولة كأس مصر. وعلى الصعيد القاري توج البطل ب6 ألقاب قارية منها بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في مناسبتين وكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 3 مناسبات وكأس الأفرو أسيوية في مناسبة وحيدة. وبعد اعتزاله للكرة اختاره مجلس إدارة النادي الأهلي ليشغل منصب مدير الكرة ليحصل مع الأهلي على 6 ألقاب لبطولة الدوري ولقب واحد لبطولة كأس مصر والسوبر المصري، بالإضافة إلى 4 ألقاب عربية هي البطولة العربية للأندية مرتين ونفس الأمر لبطولة النخبة العربية، ليبقى ثابت البطل رمزا أهلاويا في حياته وأيقونة عظيمة في تاريخ القلعة الحمراء بعد وفاته.